عاوزين نزود استهلاك الفرد في حدود كيلو من هنا لحد سنة 2017 كيلو في السنة زيادة. طبعا اللي بيبص غير عن الكيلو ده، لا الكيلو ده رقم كبير جدا ومحتاج عدد كبير من الطيور. عاوزين نحافظ على بلدنا ونحافظ على ثروتنا ونرجع نصدر تاني زي زمان، ونقعد بقى مبسوطين كده ونجيب عملة صعبة ونروح ندور ايه ونحل لهم مشاكلهم، ونبقى سعداء جدا ان احنا بنحل لهم مشاكلهم. ايا كانت النتيجة بقى يعني هيتقبلوها بصدر رحب، ولكن المهم ده هو كده. فان شاء الله احنا متفائلين خير بصناعة وبحضراتكم، واشكر مرة ثانية سعادة عميد الكلية وسادة الأساتذة الزملاء، واشكر صديقي وعزيزي الدكتور صديق. شكرا. أنا بس هعيد الكلام ده كأركان، بعدين هقول ملاحظات اللي أنا شفتها في بعض الدول الأوروبية وفي أفريقيا وبرضه في كندا. إيه الحاجات اللي شفتها في صناعة الدواء هناك عجبتني، وأرجو إن أمكن إن إحنا نطبقها هنا تبقى كمستقبل كويس بالنسبة لنا. فبنلاقي صناعة الدواء زي ما حصل في دول شمال أوروبا واسكندنافيا، كان رأس المال موجود ما في نفس الوقت طرحه احنا عندنا ميزة كبيرة هنا في مصر الحقيقة، ان رأس المال بتاعنا موجود وبعدين الشغل موجودين ونستهلك موجود، مش بس كده زي برضه الدكتور شرحي ما قال هنصدر. دي تعتبر ميزة كبيرة يمكن مش موجودة في دول أخرى. فبدأت الصناعة أو رأس المال هناك تشتغل في حدود 51% من الأسهم، الباقي عرضه للبيع. ده كان اتحاد المنتجين هناك بحيث إن كل واحد عنده مزرعة بيشتري عدد معين من الأسهم 100 سهم أو 500، ودي تغيرت في مميزات الاتحاد كله. الاتحاد هناك قايم بجميع العمليات، المنتج فقط بيشتغل هو المزرعة فقط، يعني بيجي له العليقة، بيجي له الكراكيب، بياخدوا منه المنتج ويوزعوه. فبتجد إن المنتجين اللي هم عندهم مزارع شغلهم كله مركز داخل المزرعة فقط. حصلت مشاكل كتير في التسويق، فبنلاقي المنظومة الاقتصادية مع المنظومه العلميه بالنسبه لهذه الصناعه. نحن نضمن ان الصناعه دي هتطلع كام مليون فرخه. ممكن تتوقع بعد دراسه، ويمكن الدكتور شرف الحقيقه مشكورا قال ان احنا عايزين نزود لكل واحد فرخه بالنسبه لمصر. احنا عندنا كذا مليون بيستهلكوا، فالمنظومه الاقتصاديه بتحدد العدد الكبير بيخش فيه جميع الناس اللي هي عندها مزارع ومساهمين فوق مع راس المال. طبعا الكلام اللي سمعناه كله الاجداد والاباء كل حاجه بيجي اتحاد المنتجين بيحول كله عن طريق النقل للمزارع. والمنتجين يعتبروا عندنا احنا في مصر الحقيقه على كف عبيد، مره بيكسب ومره بيخسر، لكن في النهايه هو بيكسب عشان كده مستمر. فبيحصل هنا ان ممكن قوي الاتحاد يعوضه بحاله الخساره نتيجه لانه بيدفع جزء من الانتاج للاتحاد الموجود. ليه بعد كده بتفضل الفراخ تمشي السلسله بتاعتها التغليف والتجميع والتخزين والتصدير لغايه ما توصل للسوبر ماركت، واللي عندنا هنا الملك هو المستهلك. الملك عندنا دي وفره، وبدا دلوقتي النظره للتصدير. حقيقه المنظومه الاقتصاديه مع المنظومه العلميه بترد على كثير من المشاكل. يعني اول حاجه ظهرت عندنا في مصر كذا حاجه ظهرت. اول حاجه اللي احنا قال لك ان الفراخ اللي بتجيب فشل كلوي، وبعضهم قال لك ان الفراخ بتقلل الرغبه الجنسيه، وبعدين برضه قالوا في الاخر اخر حاجه اللي هي انظمه الطيور. تلاقي المنظومه الاقتصاديه مع
المنظومة العلمية بترد على هذه الأقاويل كلهم بحيث إن نحل مشاكل لإنتاج التوزيع. ولعلمه برضه بنجد إن لما تطلع مقالة واحدة في الجرايد بتراجع أي منتج المبيعات بتقل، بتحتاج 7 مقالات ترد عليها عشان المبيعات ترجع تاني. لما كان كل ده على شمال أوروبا. الحاجة اللي لاحظتها برضه بره إن الأبحاث وحل مشاكل الدعاية دي كلها بتقوم بيها المنظومة العلمية. أنا مشكلة اللي شفتها هناك اللي هو نسبة الكلود بتكسر أكثر من 2% في الناس. عملوا برضه نظروا مع المنظومة الاقتصادية يحطوا حد ده. برضه آخر حاجة كانت في كندا من سنتين كان المرض ظهر هناك الأعصاب الدس، وطبعا حضرتنا المؤتمر هناك ازاي يحلوها، وطبعا كل المنظومات مع بعض عشان نحل هذه المشاكل كلها دي في خدمة المنتج، وبالتالي نصنع حاجة كويسة للمستهلك تحت اللي هو المتجر. بنلاقي برضه من ضمن المشاكل اللي ظهرت هناك وظهرت عندنا في مصر اللي هو انفلونزا الطيور. والحاجة الدكتور محمد الشرقي مشكورا قال الخطوات اللي عملناها خطوات ما كانش خطوات سليمة، وكان ده كان يجب انها تكون فيها تهور شوية بحيث ان ما نقعش في الظلم الكبير اللي حصل في الدوري ده. ما كانش يجي الا اذا كان في اتحاد دولي قوي يقدر يوضع الحكومة في هذه العملية، لان انا لاحظت ان بيطلع قرار ساعات مش مدروس وبيطلع كامل بعد كده. بدأت المنظومة دي كلها داخل فيها مثلا العلاقة النظرية وكل الحاجات اللي هي خاصة قصدي التحصينات، بكل المنظومة تعمل هذه الحاجات دي. فممكن ما تكونش عندها رأس المال الكافي، ولكنها ممكن تستأجر مصنع كامل عليها تعمل منتجات. وأعتقد إن ده بيحصل حاليا دلوقتي. أنا أتمنى له إن هو ياخد خطوات أكبر. من ضمن برضه حد يرد على المشاكل اللي بتظهر، يعني انفلونزا الطيور دي قضت عليهم كلهم، وبعدين الردود كانت ضعيفه ما كانش بتطمن حتى الناس. ده هيبقى دور الوحده الهيئه الخاصه لتجهيز الدوائر النووي. فانا رايي ان الصناعه دي مستقبلها كويس جدا، لان عندنا مستهلك بياخد كميات كبيره، وعندي كم كميات احنا في السبعينات ان احنا عندنا اكتفاء ذاتي اللي احنا وصلنا له في التسعينات. واعتقد ان شاء الله برضه سهل قوي المستوى، لان عندنا راس المال موجود والمنتجين موجودين. انا حابب اشتري حاجه اقولها غير ان حوالي كلمه كان قالها الدكتور سيد رايد، ان جنب الفلسفه دي من الغابه وصلت للسوبر ماركت دلوقتي. كانت خطوات كبيرة ودي كلها كانت فضل للصناعة. برضه في نقطة بنرد عليها المنظومة الاقتصادية والمنظومة العلمية اللي هو حاجة بنسميها الحرب بين الصناعات المختلفة. يعني صناعات الحكومة مثلا تطلع إشاعات على الفراخ عشان تقلل الاسترداد. كان حاجة إشاعة السنة اللي فاتت بأمريكا قالوا إنها بتجيب في سلمونيلا في الفراخ الموجودة في السوق. كل ما عرفش عن الفلسفه هو فيها سلمونيلا بس مش الدرجه القاتله. فالرد على هذه الحاجات دي بتبقى واقع على حد مدير الدوائر الحاليه اللي هم الاتحاد اللي موجود ده عليه دور كبير قوي. فانا مش بحب برضه للمجازر في حاجه برضه لاحظتها في بعض الدول الاجنبيه، يعني في اماكن فيها فلسفه حيه بس ما تطلعش من المجزره الحيه. يعني المستهلك بيخش جوه بياخد الفرقه هم اللي بيحلوا قدامه، دي موجوده حتى في نيويورك، وفي حاجات معينه اسمها سيدنا بيون في محطتي هناك، دي برضه عايزه نظره، لان احنا جينا قلنا مجزر وقفنا مره واحده ممنوع نقل الفرق، كل دي كانت يجب انها تدرس ونشوف ايه نقدر نعمله طبقا لعاداتنا احنا هنا في مصر. فارجو طبعا للصناعه دي انها تتوافق، والحقيقه النهارده يعني بدات احس براحه بسبب بالنسبه للصناعه في ايدي يمينها، لان احنا كصناعه دي طايره كده الواحد. تعرفوا انها بدات من
62 63 مؤسسه دواري، ورحم الدكتور عامر ده كان ماسكها، وكان ظروفه كانت كويسه جدا، كان عنده يعني نقدر نقول كان الصبرت او القياده الصبرت لتأييده فعلا، جاي تديله احتياجات وخلاص ده بتاعه مرتبط بالصبر. بينما مؤسسه اللحوم وكان ماسكها الغرض المرحوم الدكتور توفيق رجب، في الحقيقه كانت مشكلته كبيره، هو قال كل الحيوانات عندي موجوده في العيادة ما اقدرش اجمعها. والدكتور شعبي برضه اشار لي قال ان الانتاج الحيواني زاد بيبقى صعبه شويه عن الدواء، انما ادينا الدواء اللي اتعودنا عليها. ما قدرش نحب حتى ناخد الفرخه مجموعه اتعودنا عليها دلوقتي. فانا ارجو ان هذه الصناعه ببعض المصطلحات البسيطه، واذا كانت موجوده يبقى ضايف، بس ارجو لها التوفيق، واذا ما كانتش موجوده انا اقدر نقدم رساله. الحقيقه يعني ربنا سبحانه وتعالى كتب لي ان انا اتواجد في هذا اللقاء لسبب مهم جدا عندي، وان الدكتور محمد الشافعي باشا يعني تناول كل القصه، ويمكن الدكتور فاروق برضه كمل الصوره. المنظومه كلها خسرت دجاج اللحم. لقيت ان الرؤية لو اسمحوا لي احسن حاجة هو فن قراءة الارقام وتحريكها. يمكن الاستاذ الدكتور ابراهيم صديق قاعد يعني هذا تخصصهم، انما اسمح لي لان انا طلعت على بعض الاحصائيات وجدت ان احنا لازم تكون جرس لينا دكتور براجل. الانتاج العالمي لحوم الدواجن يمكن اقترب من فوق ال 85 مليون طن. طبعا حاجة غريبة جدا يعني في الدجاج مشاركة الدول النامية فيه بنسبة تقترب من 60%، دول النامية وليس المتقدمة. في الأرض الدول النامية 86% من الإنتاج العالمي. في الأرض 97% من الإنتاج العالمي الدول النامية. الحالة الوحيدة اللي الدول المتقدمة أعلى مننا فيها الرومي عشان من العادات والتقاليد اللي عندهم. إذا جميع الدول النامية بتساهم في الإنتاج العالمي مساهمة غير عادية عالية جدا. طب إحنا فين؟ إحنا دولة نامية. طلعت من أعلى 10 دول في العالم في منتجات الدواجن. فكانت مفاجأة، أولا القارة بتاعتنا حاجة برضو تثير الألم. قارة أفريقيا لا تتعدى 4.3%. في ثلاث قارات بيقودوا العالم في الإنتاج الدجاجي دلوقتي. في لحوم منتجات اللحوم الدواجن. آسيا 35.2%. أمريكا الشمالية 24%. ثم أمريكا اللاتينية 19.9%. تخيلوا أن أوروبا تأتي في المرتبة اللي بعد أمريكا الشمالية، يعني سحبوا البساط من الاتحاد الأوروبي ودخلت أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية. لما حبيت أشوف دول العالم طيب اللي أعلى 10 دول في العالم، كانت مفاجأة أخرى برضه دكتور إبراهيم في كافة منتجات الدواجن. على الأقل أربعة خمس دول نامية من أعلى 10 دول على مستوى العالم في إنتاج لحوم الدجاج، في إنتاج الرومي، في إنتاج البط، في إنتاج الوز، دول نامية لم نكن نسمع بها. يعني برازيل، مكسيك، الهند، إندونيسيا. لدرجه ان في دوله اسمها ميانمار دي دخلت في القصه يعني، وتشيلي في المنتجات التدينيه الاخرى الصغيره. ان انا استغربت لحاجه ملحوظه لفتت انتباهي قوي. انتاج الرز في العالم زي ما بقول لكم 97% دول ناميه. لقوا منه من الغريب جدا الصين تنتج منه 94% يا دكتور ابراهيم. الدولة الأولى في العالم. تخيلوا الدولة الثانية في العالم مين؟ مصر. بكام في المية بقى؟ بواحد وسبعة من عشرة في المية. حاجة مفاجأة. في إنتاج البط برضه ده شغلانة يعني من ربنا يعني برضه معلش الدكتور محمد بيتكلم على دجاج اللحم وبس. أنا ما بخش القصة الثانية. في إنتاج البط يمكن يخلف إن في أعلى دولة الصين 69%.
لكن في ماليزيا وفيتنام وتايلاند وكوريا الشمالية والهند وميانمار داخلين في إنتاج البطل العالمي. ونشوف من أعلى 10 دول المطلوب إيه. الأرقام دي جمعت كلها العلماء تديني شوية ملاحظات حوالينا لحضراتكم. أولا لازم لابد من تعدد مصادر الإنتاج التجاري. ده لازم. مش القصه ده جاب لحم بس والكلام اللي الدكتور محمد حكاه ده على العين والراس ومطلوب واساسي ده بيساهم بنسبه عاليه جدا انما الاخر ده وده سهل جدا تنفيذه على السكيل الصغير يعني ممكن يبقى مشاريع شبابيه ممكن جدا يتنفس وفرصه وعلى فكره ولذلك النهارده انا صدت ان يكون احد الحاضرين ولاعيبه ودرجته الباشمهندس شوقي العربي اللي هو مدير المجموعه الفرنسيه لان بتتولى مشاريع البط في مصر. شيء جميل جدا وعلى فكره هم بينفذوا الشباب كتير يا دكتور ابراهيم اللي خارجين في هذا الكلام. لازم ندفع الكلام ده. برضه ملحوظه اخرى غير التعدد احنا عندنا بقى في حاجه ما بناخدش بالنا منها. في امريكا صناعه اسمها صناعه الزبالين. كلنا بناكل الحم في مناسبه تخيلوا ان صناعه الزبالين دي بتتم في كاليفورنيا. مزارع متخصصه واحنا مصر مليانه حمام بنربيه من الهوايه والطيران ويزرع الحمام اللي طاير والكلام ده مزارع حمام على الاصول العلميه ما عندناش وده مجال ممكن نكسب فيه ونربح فيه ومصر تقدم فيه كتير جدا وممكن ينعمل بقى في الصحراء في المناطق الصحراويه زي ما قال الدكتور محمد شافعي زي من اخوان الاساتذه حاجة تانية تغيير نظام تسويق المنتجات التجارية. زمان كان كل التسويق حال. معلش الفرخة وعايز يقف في المحل والراجل المحل قدام. لما جت انفلونزا كنا نقول لهم يا اخوانا التسويق المذبوح أحسن. لما جت انفلونزا الطيور وصدر القرار الوزارية بقى القصة كله مذبوح. ده مطلوب. بس مطلوب تغيير نظام التسويق مش في المنتجات بس في منتجات البيت. لا يمكن البيض اللي بنلاقيه على المحل وعلى الأرصفة ومليان بغبار وكله نسبة الجودة فيه ضعيفة جدا، لازم السعر يتحدد طبقا للكم والجودة، لازم تخش الجودة في كفاكتور في المنتجات الداخلية، غير دلوقتي مش داخل. لازم يبقى بتشتري بسرعة، يمكن هوصل لكم على حاجة أحدث حاجة في أوروبا، قالوا الستات بتاخد البيض وهي بتشتريه من السوبر ماركت، طبيعي للست إنها تفتش تبص شكل البيضة دي وتبقى حطاها مع جبتها. عملية مسك البيضة والتداول ده بيأكل القشرة ويزود المسام والبيض يفقد معدل. قال لك طب ما انا تاخد العلبة وبرغم العلبة مكتوب عليها تاريخ الإنتاج وفرقة الصلاحية ودرجة الجودة ومتوسط وزن البيضة و قال لك أعمل حاجة جديدة. مكنة ليزر أحط رقم كودي للمنتج والتاجر الوسيط اللي جابها من المنتج على قشرة البيض. لو خدتها البيض وكسرتها ولقيت فيها أي عيوب بالليزر حرف الليزر على البيضه نعمل ده احنا هنفكر ده ناس بتفكر في كيفيه ان انا احافظ على جوده السعر اللي عندي احنا سعر البيض كل المحلات المصريه في قرانا ومدنا غير صالح للسلاح الجوده لازم تخش كعامل اساسي حاجه اخرى بقى بالنسبه للكلام اللي قاله الدكتور فاروق باشا والدكتور محمد اتحاد منتجين ده ما ينفعش اتحاد منتجين ده واجن واحد ينفع ان كل تخصص من تخصصات الدواجن يكون له اتحاد منتجين واتحاد منتج النعام غير اتحاد منتج بتاع الدجاج غير اتحاد منتج البط ويجمعهم الاتحاد العام لمنتج الدواجن ده تخيلوا ان جنوب افريقيا الدوله الاولى في انتاج النعام في العالم صناعه النعام فيها نجحت باتحاد منتج النعام وعلى فكره هي اعلى الدول الافريقيه انتاجا للحوم الدجاج والدكتور محمد يعرفها جنوب افريقيا ليه عاملين اتحادات المنتجين تخصصيه ثم يجمعهم اتحاد عام وهم فعلا زي ما قال الدكتور فاروق مسؤولين يوفروا جميع مستلزمات السلع والانتاج والتمويل وخلافه ويساعدوه في تسويق منتجاته بس يكون لها سيل ويكون لها كلمه ويكون لها تسويق ولذلك وزراء الزراعه وجميع المنظومه الزراعيه تخشى اتحاد المنتجين انما بالصوره الحاليه هيبقى الامر استشاري حاجة مهمة والدكتور إبراهيم بيحققها دلوقتي خلاص الكوادر الفنية المتخصصة بالتراكس اللي هو بيعملها دي جميل جدا خلق كوادر فنية زي ما قلنا وشباب يشاركون متواصل إنما عايز جنب هذه المنظومة خلق كوادر فنية متخصصة في ما
مجال احتياجات مزارع الدواجن من بطاريات ومزايا وغذائيات وتأجهزة التسخين وده اللي يقوم فيه قسم الهندسة الزراعية يبقى تراك خاص لاحتياجات مزارع الدواجن من الناحية البنائية والفنية. ده تراك مكمل ومهم جدا لصناعة الدواجن في مصر لان في عجز فيه. حاجة أخرى بقى اقتراح معايا اللي بقترحه ومعنا الأستاذ الفاضل الدكتور إبراهيم يقدر يساعدنا فيه والدكتور محمد شفيع يساعد